وربنا هموتها لكم، وربنا هموتها لكم. كل ما اقول كلمتين مش عارف اقولهم. هضربها بالنار، هضربها بالنار. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه ذكرش بوي، ومعنا النهارده نهى. عيد ميلاد نهى، قررنا نعمل حاجه مختلفه. نهى يا جماعه تمت 41 سنه. اي 41؟ لا طب تمت 14 سنه. قررنا ماشي. ولا يهمك، دي نهى، دي نهى. لا لا استنى، رزعتها لي في الفك يعني. بصوا ستريت كده، خشب على فكره. استنى هذبح. بص يا ربي، يعني جايبها في عيد ميلادها، وهنجيب تورته برجر النهارده. جبنا برجر تورته عشان عيد ميلاد المؤذيه دي اللي بوظت لي الفك بتاعي قبل ما اكل. بس بقى وعي الفيديو بتاعنا. هضربها بالنار. في هنا احنا في مطعم اسمه فود جن. الديكور حلو قوي، انا مصور لكم الديكور في الاول، شفتوه طبعا. في حسن يوسف هو اللي ابني، هو حسن يوسف ولا يوسف وهبة؟ ما علينا، انا ماليش في الافلام قوي. طيب طلبنا البيتزا، اكبر بيتزا برجر عندهم. هنشوف شكلها ايه وهنقطعها انا ونوها بالسكينه العظيمه دي، مش عارف ازاي. بس انا تعبت منها، تعبت من. انا عايز يا حسام تعالى خدني. انتظروا بقى لغايه ما تنزل لنا البيتزا برجر دي ونشوفها مع بعض. باي. رجعنا لكم تاني بعد ما نزلت معنا البيتزا بتاعتنا، التورته بتاعتنا. شيلي بقى الكلام ده. نهى يا جماعه، دي اختراعات نهى، اكيد انا مش هعمل معاكم الحركه دي. هي طيب بصوا الحجم ما شاء الله. بصوا وكتبوا لنا عليها كرش بوي. انا هوريكم حاجه عشان اعبر عن مدى الظلم، وانا اللي هوريكم. استنى اوريكم. بصوا عملوا لنا ايه على اسمه برضو. كرش بوي. هم قالوا لنا تكتبوا ايه عليها، هي قالت كرش بوي. طب انا جات لي فكره. بص بقى البرجر، وريهم البرجر، وريهم البرجر. لا بس اطلعي باللي تحت. ايوه ده تقريبا حوالي كده 2 كيلو برجر، كله على بعضه 2 كيلو. في معانا بطاطس، وهيجيبوا لنا لسه بطاطس تانية. يلا بقى نبتدي ونقطع الايه. ثواني، مسطره بس عشان نقيس بالظبط. مسطره بقى. بص هتقعد تعمل معاه الحركات دي كلها، ومش هتقدر تخلص الجزء بتاعها برضه. لا ثواني، طيب معلش. مبدئيا طالما كتبوا ممكن اقول الكلمتين اللي عندي. وربنا هموتها لكم، وربنا هموتها لكم. كل ما اقول كلمتين مش عارف اقولهم. طالما كتبنا اسم القناه على البرجر ده، فاحنا النهارده لازم نخلصه. لو ما خلصناهوش احنا الاثنين هيتنفذ علينا احنا الاثنين عقاب. احنا الاثنين هيتنفذ علينا عقاب، يعني لازم البرجر ده، الساندوتش ده، اوريكم شكله برضو عشان ما حدش يستهون بيه. يا لهوي. بصوا 45 دقيقه. لحسن البرجر يقع يا جماعه. لو انا بوقع الحاجه كالعاده فلا. طب احنا ممكن نعمل حركه. يلا بقى بصوا. استنى هنعمل كده. لا هو حجمه، حجمه كبير قوي قوي. هي تورته برجر. هنقطعه دلوقتي بقى ونوريه لهم. شكرا. يلا بقى لا ثواني اقطعه من هنا. حاضر. اسم كرش انت بتقطع من حته قليله ليه؟ هات مسطره بس الاول. اهو لا من نص الاو. اهو من نص الاو. الظلم ده. لا مش كده، ما تقطعش كده. بس أنا اللي خلاص. عمرها ما عملت بيض اومليت حتى، اللي كانت زمان بتعمل تورت. طب كرش خمس حروف، انت مديني كي اي واخد ثلاث حروف ازاي؟ لا انت، انا مصدومه. اهو اهو والله مصدومه. طب انت بص بالويم كده. حاضر. اقطع لي حته ثانيه. انت هتنفخيني. لا على فكره مش هقطع. الطعم جميل قوي. العيش طري، البرجر جوسي قوي،
عليه باربيكيو، عليه جبنه سايحه حلوه. هو بس لسه ما حسيتش بطعم الطماطم، يعني الطماطم قليله فيه شويه، يعني مش الطماطم مش واضحه فيه قوي، بس طعمه حلو قوي. بس هو يعني تحس اللي هو ايه، هو بيف وعيش، يعني بيف وعيش. لا بس حلو قوي. لا جميل. نوها لو كسبتني، لو كسبتني يا جماعة أنا هبطل شغلانة، مش هاكل تاني، هبطل أكل. في الشاورما. نظ. طعم حلو قوي بجد يا جماعة، بجد. أنا مبسوط. وتقيل جدا وكبير، يعني هو مش اتنين، هو لست أفراد. من 6 ل 8 افراد، من 6 ل 8 افراد. المفروض اعرف انا الحلوه دي. ايه ده بقى؟ ده بتاعك؟ سوري. بس بجد حلو قوي قوي. انا لا مبسوط، مبسوط منه بجد، حلو قوي. انا ناقص لي قطمتين ثلاثة. هساعدها دلوقتي عشان خلاص صابت عليا. تعالي بقى الحتة دي سهلة. كبيرة؟ دي اللي عايزة تدهني. هو جايب الحط دي عيش زيادة، اعمل له ايه؟ ما بحبش العيش الزيادة ده. وبص محمصه، انا قلت له ما بحبش محمص. انت عايز حته؟ اللي عايز تديني اديني، عايز تكمليه كمليه خلاص. انت قطمهولي قطمه كبيره. طب خلاص. بس يعني انا مش بحاول اساعدها والله، بس هي اللي هبله. طب يلا انا هخلص، خلصت تاني بساعدها. طيب اعمل ايه؟ لا لا اقطع معايا. كلي بس، كلي وخلص. لا خد اقطع معايا، مش عارفه اقطعهم. البرجر ده مش ميديم، ده خالص، ده مش محصلش اي حاجه. دي بقى لو ما اكلتهاش هتنافس فيك العقاب برضه. حتى الواحد بعد ما شبع طعمه حلو. البرجر حلو. والعيش حلو جدا. انا السؤال مش فاهمين. ممكن تقولي بتعدي 8 افراد ليه؟ عشان الكراسي والترابيزات بتاعتهم؟ هي كبيرة بس مش 8 افراد، لا طبعا، يعني هي 4. حلو قوي. هي الثلاثة. لا أربعة، أربعة كده. لا يا حلوة الأربعة، بس مش مش لستة لثمانية طبعا. عشان لو فكرتوا تجربوها ماكسيمم تبقى أربع أفراد، يعني ماكسيمم. لا بس بجد جميلة أوي. هفضل أقول جميلة لأن أنا شبعت ومستمتع بطعم الأكل. أعمل كده؟ أنت لسه فاكرة؟ يلا بقى عشان الناس تشغل أغاني تاني. منعنا المكان إنه يشغل أغاني عشان ممنوع طبعاً على اليوتيوب الأغاني. فهم عايزيننا نخلص عشان يشغلوا أغاني.
شايفين بتقولي دلوقتي يا جماعة اللي كانت بتتحلق معايا عشان اديها اكتر بتقولي انت مديني كتير. طب لا عشان جيت في اول قعدت بوظت الفيديو. الرحمة حلوة بجد. خلتني اتوترت. قولولي اعمل معاها ايه. خلتني اتوترت. والله العظيم اكتبولي حلول اتعامل معاها ازاي لان ما بعرفش اتعامل معاها. بالعدل. انه العدل. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا شيخة؟ ربنا يهد المفتر يا شيخ. يا خبر اسود، يا خبر اسود على الجبروت بتاع الستات. انا مستني انه هانم تخلص. مخلص مدري. لا ميرسي شكرا. معلش نستحملها يا جماعة. خليتني اتوترت وقطعت حتة كبيرة. مسبتنيش احسب حساباتي. انا زهقت منها. انت تاكلها؟ طبعت حته فضاي تعبتني. لا لا بتكلم بجد. بص البرجر عامل ازاي. سمكه حلوه على فكره. انا مش جدا جدا حلوه. لا حلوه جدا. طلع عليا لما كنت في التحدي بتاع البرجر لما كنت بغمز العيش في البيبسي. خلصت البرجر كان كيلو ونص قد كده ورحت داخل في الساندوتش بتاعها. عشان بتقول لهم ان انا باكل اكل. النهارده ديكو شفت اهو اتخانقت معايا. لا انا ليا حته تانية. خدت الحته التانية وعماله هي مش قادره تكمل. طب ما نسمع الكلام الاول. خلصتها. ده بعد مساعدات خارجيه وداخليه ومعونه. الحته اللي انت خدتها زي اللي انا خدتها زي دي مش بتاعتي. انت اللي خدتيها بالعافيه. هي دلوقتي قالت مش بتاعتي. انتوا هتبقوا شايفين الفيديو. هي نسيت. هي نسيت ان في اول فيديو هي اللي صممت انها تاخدها. هم شايفين كل حاجه. انت بتحوري على مين لسه دي. اتفضلي هاكلها انا عشان اقفل الفيديو عشان زهقت منها. ولما بص كلها حواليها. في طبنجة هنا والله فضها في المغرب بجد. ومش شايف بيبسي؟ مش هادو حق اقوله. وانا بقطع البتاع مش هو وطرني. قاعد يقول بوظت الفيديو. بوظري فيديوهاتي. خليه مش هادو هما كمان. طبيعي ان انا اتوتر واقطع خلاص. هنكمل. البطاطس ده هو ايه؟ ما البطاطس حضانة جايه. آه. مش شايفيننا ولا ايه؟ كمية البطاطس قليلة على حجم البرجر طبعا. وبكده نكون خلصنا التورته بتاعت كرشبوي. ونكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ايه ما احنا اوريدي جايبين الارقام. هي قاعده جنبنا يا جماعه. رقم 41 انها تمت 41 سنه النهارده. 45. كل سنه وانت طيب. يا طيب بس. ويا ريت لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب. نقول ان هو اللي وطرني في الاول وخلاني. ونفعل زرار التنبيهات علشان يوصلنا كل جديد. وقولوا لنا حابين تعملوا عقاب في نهى ولا لا. بس خلاص هي خلصت. بس انا ساعدتها يعني. شوفوا حابين تعملوا بقى العقاب فيها ولا فيا عشان انا ساعدتها يعني. انا اللي استاهل العقاب بصراحه المره دي. انا كنت اسيبها. ما علينا. انتوا شايفين كل حاجه. قولوا لنا انتوا عايزين ايه. عايزين عقاب فيها ولا لا. يا اما فيا. انا عايز اعاقب نفسي والله ان انا ساعدتها. بس يلا ما علينا. المسامح كريم. بس يا عم جورج كرداحي في ايه. بس يا ريت الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. وما تنسوش تعملوا زي ما قلنا لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم على خير في فيديو جديد. وكان معكم جو ذا كرش بوي. سلام. باي باي.